بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح ايه هي الضريبه الموحده، ودي الدكتور طبعا شرحها. يعني ايه هي الضريبه الموحده؟ الضريبه الموحده ده ان الشخص الطبيعي بيكون له اكتر من مصدر للدخل بتاعه، واتفقنا في اول الترم خالص ان انا باخد على مجموع صافي الدخل. ايه هو مجموع صافي الدخل وبيتكون من ايه؟ بيتكون من كافه انشطه اللي بتدخل لي مصدر عندي او اللي انا بحسب عليها ضرائب. زي ايه؟ اول حاجه المرتبات وما في حكمها، النشاط التجاري والصناعي، نشاط المهن الغير تجاريه، وكمان الثروه العقاريه. الأنشطة دي في منها برحلهم وفي منها ما برحلهمش، وكل واحدة فيهم على أساس. أولا كده، إيه اللي أنا ما برحلوش أو بخصمه؟ يعني إيه ما برحلوش ولا أخصمه؟ أنا القانون بيقول لي ما تخصمهوش، يعني باخد رقمه كده وأحطه على كلي لأنه ما فيش فيه تعديلات. مثال: وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها، والثروة العقارية على أساس حكمي. البندين دول والنشاطين دول ما بيترحلوش، بالعكس بيروح على طول على كلي وما بيتمش ترحيلهم ولا خصمهم. بعد كده في عندي بنود طبعا بتتم ترحيلها او خصمها. زي ايه عندي؟ زي النشاط التجاري والصناعي، سواء كان النشاط التجاري والصناعي له دفاتر منتظمه ولا لا. تاني حاجه النشاط المهني، بس له شرط، له ان هو يكون من دفاتر منتظمه فقط. نركز في النقط دي لانها مهمه جدا وبتيجي في صح وغلط، ومعظم الناس بتقع فيها لانها ما بتركزش. النشاط التجاري والصناعي دفاتر منتظمة أو غير منتظمة، النشاط المهني دفاتر منتظمة فقط، الثروة العقارية على أساس فعلي، أما لو كان على أساس حكمي فلا يتم ترحيلها ولا خصمها. تمام، احنا كده اتفقنا ايه اللي بيتم ترحيله وايه اللي ما بيتمش ترحيله. تمام، بس طبعا طبيعي ان يحصل عندي او يتحقق عندي خسائر. تمام، انا برحل الخسائر دي للسنة التالية. طبعا القانون بيقول ان انا عندي 5 سنين ممكن ارحل لهم. طب انا برحل الخسائر دي للسنة التالية طبعا من البند بتاعها، يعني انا خسرت من النشاط التجاري ما ينفعش اروح اخصمه السنة اللي بعدها من النشاط المهني، لا انا خسرت من النشاط التجاري اروح السنة الجاية اخصمه من النشاط التجاري. تمام، ايه هو الخسارة اللي انا بتم ترحيلها على نشاطين بس؟ النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني. تمام، نروح بعد كده لأول تمرين. ده التمرين الأول، أنا عاملاه الأول من غير أرقام حل وجنبه الأرقام بتاعة الحل بتاعته عشان بس نستوعبها شوية. التمرين الأول بيقول من على الشمال يا جماعة، من غير حل. ده التمرين بس اللي هو الجزء الصغير اللي فوق ده، اللي هو صافي الإيرادات ومكون من 4 أنشطة. بعد كده أنا عشان أجيب التمرين نفسه، ده التمرين ونموذج الحل اللي تحته. فيما يلي صافي الإيرادات الخاضعة لأستاذ دكتور محمد عبد الحميد الذي يملك عدة مصادر للإيراد عن عام 2018 و2019 عامين. أولا قال إن صافي الإيرادات من الأنشطة عنده، وجاب لعام 2018 لوحدها و2019 لوحدها. أولا 2018 هنلاقي عندنا إن المرتبات وما في حكمها ب 80,000 جنيه، والنشاط التجاري والصناعي ب 100,000 جنيه، النشاط المهني ب 120,000 جنيه، الثروه العقاريه على اساس حكمي ب 60,000 جنيه. نروح ل 2019 هنلاقي ان المرتبات وما في حكمها ب 100,000 جنيه، والنشاط التجاري والصناعي ب 120,000 جنيه خساره، والنشاط المهني ب 60,000 جنيه، والثروه العقاريه اساس حكمي. طبعا الرقم بين قوسين معناه ان هو بالسالب، يعني اكيد دي خساره. تمام، قبل ما ابدا كده في الحل، انا معروف ان المرتبات وما في حكمها والثروه العقاريه على اساس حكمي انا ما برحلهمش ولا بخصمهم، يعني اخد رقمهم اودهم على كل على طول لان هم ما لهمش معالجه. تمام، الجدول طبعا الدكتور هيجيب لنا النموذج جاهز، هيكون بالطريقه دي جاهز كده، بس طبعا في ارقام موجوده وارقام مش موجوده. تمام، اولا كده انا باخد وعاء الضريبه عن عام 2018، وبعد كده بجيب صافي الوعاء عن 2018 عشان اعرف انا عندي خساره ولا لا، وارحلها ولا ما تترحلش، وبعد كده بعمل صافي الوعاء الضريبي لعام 2019 كل عام لوحده. تمام، اول حاجه المرتبات وما في حكمها. نطلع التمرين من فوق خالص، احنا اتفقنا ان المرتبات وما في حكمها ما بيتمش ترحيلها ولا خصمها، يعني اخد الرقم كامل واحطه على كلي موجود هنا ب 80,000 جنيه.
بعد كده النشاط التجاري والصناعي، طبعا ده بيتم ترحيله، هياخده ب100,000 جنيه واسجله زي ما هو. انا كده ما عنديش اي مشكله، ولو الدكتور جاب الرقم ده مجهول انا مجرد ان انا هجيبه من النموذج مش اكتر. بعد كده النشاط المهني كان ب120,000 جنيه بالسالب. بعد كده الثروه العقاريه على اساس حكمي ب60,000 جنيه ما بيتمش ترحيلها ولا خصمها، معنى كده ان انا اخدها احطها المبلغ كامل في كلي. قبل ما احسب كل ده لازم اشوف الجزء الاول، المبلغ اللي في جزء انا ممكن يطلع لي منه ربح. تمام، نروح هنلاقي ان النشاط التجاري والصناعي ب100,000 جنيه ربح، والنشاط المهني ب120,000 جنيه، معنى كده انه حقق 20,000 جنيه خساره، لان الربح اقل من الخساره، عنده 20,000 جنيه خساره. خسرهم من انهي بند، من النشاط التجاري ولا من النشاط المهني؟ لا، خسرهم من النشاط المهني. يبقى هاجي كده عند صافي الوعاء الضريبي لعام 2018، هكتب جنبها 20,000 جنيه خسارة مهنية ترحل للسنة التالية. احنا اتفقنا ان الخسائر بترحل للسنة التالية للنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني. ممكن تيجي نقطة مجهولة ويجي الاختيارات 20,000 جنيه خسارة مهنية ترحل للعام التالي، 20,000 جنيه خسارة مهنية لا ترحل. احنا ناخد ترحل لان النشاط المهني بيتم ترحيل خسائره. هنروح على رقم كلي، هنلاقي عندنا 80,000 جنيه للمرتبات و60,000 جنيه ثروة عقارية، يبقى انا عندي كده 140,000 جنيه ارباح. نروح لعام 2019، ما انساش ان انا في 2018 كان عندي خساره مهنيه ب 20,000 جنيه واتفقت ان انا هرحلها. يعني قبل ما احسب الخساره المهنيه ل 2019 لازم اطلع الاول اشوف عندي خساره ولا لا. اول حاجه في 2019 المرتبات وما في حكمها، هطلع تاني للنموذج فوق هلاقي ان في عام 2019 كان ب 100,000 جنيه، واحنا اتفقنا ان لا يتم ترحيلها، يعني اخد الرقم بالكامل احطه في كلي. نروح للنشاط التجاري والصناعي ب 120,000 جنيه خساره. قبل ما اكتب الرقم اطلع الاول لعام 2018 هل انا عندي خساره؟ لا ما عنديش، يبقى احط الرقم زي ما هو. بعد كده النشاط المهني ب 60,000 جنيه، قبل ما احسبه اطلع لعام 2018 عنده خساره؟ ايوه عنده خساره. هتلاقوني شاده سهم كده انا بسحب الخساره لاني برحلها للنشاط المهني، يبقى انا كان عندي 60,000 جنيه في 2019 بخصم ال 20,000 جنيه الخساره للسنه اللي قبلها، هيبقى عندي 40,000 جنيه. هكمل التمرين. الثروة العقارية ب 80,000 جنيه، احنا قلنا ادام هي على اساس حكمي يبقى انا هحطها في الكلي. بعد كده هوصل لصافي الوعاء الضريبي في عام 2019، هلاقي عندي ان في 120,000 نشاط تجاري بخسارة ونشاط مهني ب 40,000 جنيه، إذا أنا هنا كده عندي 80,000 جنيه خسارة بس من النشاط التجاري والصناعي. نركز أنا بحسب إزاي، وطبعًا بترحل. أنا آسفة كاتبة جنبها لا ترحل، إحنا بس هنشطب على لا، هي ممكن تكون لخبطة مني مش أكتر. الخسارة بتاعت النشاط التجاري والصناعي بترحل، هنشطب عليها. هنروح على مبلغ كلي، هنلاقي 100,000 جنيه مرتبات و 80,000 جنيه ثروة عقارية على أساس حكمي، يبقى هنا 180,000 جنيه. نروح للتطبيق التاني. التطبيق التاني ما بيختلفش كتير، حاجات بسيطة بس ونركز فيها. ده التطبيق التاني. التطبيق التاني بيقول صافي الإيرادات من الأنشطة عبارة عن 3 أنشطة بس، نشاط تجاري وصناعي، نشاط مهني، ثروة عقارية على أساس فعلي. مبدئيا كده أنا هاخد 3 أنشطة دول وهحطهم في جزئي لأن بيتم ترحيلهم وخصمهم، يبقى أنا مش هحط ولا رقم فيهم في كلي لأن أنا ما عنديش ولا رقم فيهم، ما بيتمش ترحيلهم. يبقى نروح على عام 2018، النشاط التجاري والصناعي كان محقق 12,000 جنيه، والنشاط المهني 15,000 جنيه، والثروة العقارية على أساس فعلي 2000 جنيه. نروح نحسب بعد كده أنا عندي خسارة قد إيه ومكسب قد إيه. لو جينا نشوف هنلاقي ان انا عندي 12,000 ربح تجاري وصناعي و2000 ثروه عقاريه، كده 14,000 جنيه، وعندي خساره ب 15,000 جنيه في النشاط المهني. اذا صافي الوعاء ل 2018 انا حققت 1000 جنيه خساره نشاط مهني بترحل للسنه التاليه. نركز يا جماعه، لو جت في الاختيارات بترحل للسنه التاليه، ونشوف انا بخصم من انهي بند، وما انساش اخصمها في السنه القادمه. بعد كده ما عنديش ربح طبعا، اروح لوعاء الضريبه عن عام 2019. اول حاجه
عندنا النشاط التجاري والصناعي، هطلع لفوق في النموذج في اللي هو في الجدول اللي مطلوب، هلاقي 3000 جنيه بالسالب انقلهم. بعد كده هروح للنشاط المهني، هيكون عندي ب 10000 جنيه. تمام، قبل ما اكتب ال 10000 جنيه اشوف الاول انا عندي خساره ولا لا. هطلع في 2018 هلاقي عندي 1000 جنيه خساره، يبقى كده 10000 ناقص 1000 ب 9000 جنيه. الثروة العقارية على أساس فعلي طبعا بيتم ترحيلها وخصمها، يبقى أخد الرقم زي ما هو بال4000 جنيه. كده أنا صافي الوعاء لعام 2019 هيكون في عندي 10000 جنيه أرباح. تمام كده، ده التطبيق التاني. أظن الفكرة سهلة ووصلت. هو كل التمارين نفس الموضوع لكن مع اختلاف حاجات بسيطة مش أكتر. ده التطبيق رقم 3. صافي الإيراد من الأنشطة كان بيتكون من 3 أنشطة: النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني والثروة العقارية على أساس فعلي، والثلاثة بيتم ترحيلهم وخصمهم. أول حاجة العام 2018 وعاء الضريبة عن عام 2018 هيكون عندنا ب 4000 جنيه بالسالب، والنشاط المهني ب 1000 جنيه بالسالب، والثروة العقارية 3000 جنيه بالموجب. أجي عشان أحدد صافي الوعاء الضريبي لعام 2019 هيحسبها ازاي؟ انا عندي كده خساره في النشاط التجاري وخساره في النشاط المهني، ايوه في النشاط المهني. هحسبها ازاي؟ اولا انا بحسب خساره النشاط التجاري الاول والباقي برحله للمهني. يعني انا عندي خساره اجماليه ب 5000 جنيه والمكسب ب 3000 جنيه، يعني فرق 2000 جنيه خساره. اخصم الاول للنشاط التجاري والمبلغ اللي بيتبقى بحسبه للنشاط المهني. يعني 3000 من الأربعة هيبقى عندي 1000 خسارة نشاط تجاري وصناعي ترحل للسنة التالية، يتبقى 1000 جنيه ده خسارة النشاط المهني وترحل أيضا للسنة التالية. نركز فيهم جدا. بعد كده على وعاء الضريبة عن عام 2019 نركز فيها شوية. أولا النشاط التجاري والصناعي في عام 2019 كان ب 6000 جنيه ربح. أرجع الأول لصافي الوعاء ل 2018 كان عندي خسارة ب 1000، يبقى 6000 ناقص 1000 ب 5000 جنيه. تمام ماشي. بعد كده عندي النشاط المهني، اروح للنموذج كان ب 5000 جنيه خساره. تمام، قبل ما اكتبها انا عندي اصلا في 1000 جنيه خساره في النشاط المهني لعام 2018، يبقى انا كده ما ينفعش اخصم خساره من خساره. ما ينفعش انا اكون خسرانه السنه اللي فاتت ما انا ما عنديش ربح، انا بخصم الخساره من الربح. طب انا ما حققتش ربح في النشاط المهني، خلاص هكتبهم زي ما هم، بس الالف اللي فوق هرحله للسنه التاليه. يعني هاجي صافي الوعاء الضريبي لعام 2019 هكتب 1000 جنيه خساره نشاط مهني ترحل للسنه التاليه. تمام، انا ما كتبتهاش، اكتبوها انتم. بعد كده هروح احسب الباقي. هكتب الثروه العقاريه على اساس فعلي ب 6000 جنيه، يبقى هنا انا عندي 6000 جنيه ارباح. تمام، لان ال 5000 هتروح قصاد 5000، يبقى انا كده عندي 1000 ايه 6000 خساره، 6000 جنيه ارباح. نعيد النقطه دي تاني بتاع وعاء الضريبه عن عام 2019. النشاط التجاري والصناعي كان في الجدول ب 6000 جنيه وحقق خساره في 2018 ب 1000، اذا 6 ناقص 1000 ب 5. طب النشاط المهني لقيته ب 5000 جنيه خساره، وانا عندي خساره اصلا، طبيعي مش هينفع اخصم من خساره. مش هقول للراجل انت خسران اخصم لك خساره، هيخصمها منين؟ فانا برحل ال 1000 جنيه الخساره دي للسنه التاليه، وهكتب ال 5000 جنيه زي ما هم بالسالب. الثروه العقاريه على اساس فعلي هحطها ب 6000 جنيه زي ما هم. لما اجي اجمع الارقام دي هتطلع ب 6000 جنيه ارباح في صافي الوعاء الضريبي لعام 2019. تمام، ده التطبيق الثالث. هنروح عند التطبيق الرابع. قال صافي الايراد من الانشطه لعام 2018 و 2019 النشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية على أساس فعلي. مبدئيا كده التلاتة بيتم ترحيلهم وخصمهم، يعني التلات أرقام هيتكتبوا في جزئي وبعد كده أنا بعمل عليهم معالجات. عام 2018 عادة بيتكتب زي ما هو بأرقامه، لأن ده أول عام أساسا، مفيش قبله أو في قبله بس هم خلاص رحلوها. يبقى هنا النشاط التجاري والصناعي في عام 2018 هيكون ب 100000 جنيه بالسالب، والمهني ب 4000 جنيه، التجاري ب 10000 والمهني ب 4، والثروه العقاريه على اساس فعلي ب 3. بعد كده هقول صافي الوعاء الضريبي لعام 2018 انا عندي كام خساره وايه من انهي بند بالظبط. انا عندي 10000 خساره في التجاري والصناعي وربح 4 في مهني و3 في عقاريه، اذا في عندي 3
خساره بس من النشاط التجاري والصناعي، لان هو عنده الخساره الاكبر، هو عوضهم من المهني والثروه العقاريه. تمام، اروح لوعاء الضريبه في عام 2019. نركز في النقطه دي، انا عندي نشاط تجاري وصناعي عام 2019 ب 2000 جنيه ربح، تمام انا كده ما عنديش مشكله. هرجع ل 2018 هلاقي ان انا عندي 3000 جنيه خساره. طب انا هقدر اخصم ال 2000، طب ال 1000 جنيه ده انا هوديه فين؟ ال 1000 جنيه ده انا هرحله للسنه التاليه واكتبه تحت الصف الوعاء ل 2019، واكتب جنب النشاط التجاري والصناعي صفر، لان هو ما عادش معاه فلوس، هو كان معاه ربح 2000 جنيه انا خدتهم منه، فهو العام 2019 معهوش فلوس. طب وهو لسه عليه 1000 جنيه خساره، هرحلهم تاني. اروح للنشاط المهني ب 4000 جنيه بالسالب وما كانش عنده خساره في 2018. اروح للثروه العقاريه ب 7000 جنيه زي ما هي، اذا كده انا هيتحقق عندي 3000 جنيه ارباح. النقطه سهله جدا، نركز فيها. عيد تاني على عام 2019، النشاط التجاري والصناعي كان حقق ربح ب 2000 جنيه وكان عنده خساره السنه اللي فاتت ب 3000 جنيه. يعني انا كراجل حققت السنه دي 2000 جنيه والسنة اللي فاتت عندي خسارة 3، طبيعي ان انا هدفع ال 2000 جنيه الخسارة. طب ال 1000 جنيه هحولها للسنة التالية، لان انا خلاص الربح اللي معايا انتهى، ما عادش معايا فلوس تاني من النشاط ده. بعد كده هنروح لتطبيق رقم 5، وده مهم جدا ونركز فيه عشان النقطة دي بتيجي في التمارين وان معظم الناس بتقع فيها، هتيجي في الاختياري. تمرين رقم 5 بيقول صافي الإيراد من الأنشطة لعام 2018 و2019. أولا المرتبات هما في حكمها، ده معروف إن هو ما بيتمش ترحيلها ولا خصمها، يعني مبدئيا كده ناخد رقمها واكتبه زي ما هو في كلي. النشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية على أساس فعلي، التلاتة بيتم ترحيلهم وخصمهم وبنعمل عليهم معالجة. لعام 2018 المرتبات هما في حكمها تروح لكلي ب 18000 جنيه كما هي. وكذلك أيضا الأنشطة التانية هتتنقل في عام 2018 بأرقامهم، النشاط التجاري ب 35000 جنيه، والمهني ب 20 وب 20000 جنيه خسارة، والعقاري على أساس فعلي ب 10000 جنيه خسارة. 35000 بالموجب اللي هي الأرباح ناقص 20 و 10 يبقى كده 35 ناقص 30 ب 5000 جنيه، هحطهم في بند كلي عشان يدينا أرباح ب 23000 جنيه. بعد كده هرجع لوعاء الضريبة على عام 2019. نروح للتمرين تاني. عام 2019 قال إن المرتبات هما في حكمها ب 20000 جنيه، تمام أنا هاخد ال 20000 جنيه أحطهم في كلي لأن ما بيتمش ترحيلهم ولا خصمهم. النشاط التجاري والصناعي هنقلها بال 14000 جنيه خسارة، لأن أصلا أنا ما حققتش حاجة في السنة اللي قبلها، يبقى هكتب رقمها زي ما هي جاية في التمرين. النشاط المهني نفس النظام ب 12000 جنيه زي ما هي جاية في التمرين، لأن أنا ما حصلش عندي أي تغيير في 2018. الثروة العقارية ب 10000 جنيه بالسالب. تمام، النقطة المهمة بقى لما أجي أحدد صافي الوعاء الضريبي عن عام 2019. أولا كده النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني في فرق بينهم 2000 جنيه خسارة تجاري وصناعي، تمام. طب أنا لسه عندي 10000 جنيه ثروة عقارية، إحنا اتفقنا إن الخسارة بترحل للسنوات التالية بس من النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني. طب أنا عندي 10000 جنيه خسارة ثروة عقارية، هكتبها بس أكتب جنبها كده لا ترحل، يعني لما تيجي في الاختيارات هيجيلي مثلا الرقم ده مجهول ويقول 20000 جنيه خسارة نشاط تجاري وصناعي ترحل، وجنبها كده 10000 جنيه خسارة ثروة عقارية ترحل، لا طبعا غلط. أنا باخد إن الثروة العقارية لا يتم ترحيلها. كده التمرين الخامس خلص. هنروح للتمرين السادس، وده تمرين موجود في الكتاب صفحة 204. هو التمرين سهل جدا بس هنحاول نحله مع بعض. فيما يلي بيان بالإيرادات الخاضعة للضريبة للمهندس محمد السجاد الذي يملك عدة مصادر للإيراد عن عام 2019. جاب بعض الأنشطة مصادر الدخل بتاعته. 150000 جنيه أرباح النشاط التجاري، 150000 أرباح النشاط المهني، 20000 جنيه صافي إيراد الثروة العقارية على أساس فعلي، 150000 جنيه مرتبات وما في حكمها. تمام، أنا مبدئيا كده هو أنا بجيب مجموع صافي الدخل، يعني باخد مجموع الأربع أنشطة دول وأجيبهم عشان أحدد وعاء الضريبة بتاعه.
نكمل التمرين. فإذا علمت أنه بلغت قيمة المبالغ التي حجزت من الممول تحت حساب الضريبة 12000 جنيه، وسدد الممول خلال السنة الضرائب العقارية التالية 35000 ضريبة مباني منها 5000 رسوم إضافية، أكيد هخصم الرسوم دي، وكمان 15000 جنيه ضريبة الأطيان الزراعية. عشان يحدد الوعاء الضريبي وحساب الضريبة المستحقة من كافة الأنشطة، أولا هو حدد وعاء الضريبة إزاي، جاب المصادر بتاعة الدخل بتاعته بتاعة الإيراد وجمعها على بعضها 150 نشاط تجاري وصناعي و150 مهني و200 صافي إيراد الثروة العقارية على أساس فعلي كده ب 200-300 ألف جنيه، تمام. وأنا معايا معلش بس يا جماعة كده 500000 جنيه أسفة، ومعايا المرتبات وما في حكمها طبيعي ان انا ما بخصمهاش، يعني هاخدها على كلي على طول ب 150000 جنيه، يبقى اذا مجموع صافي الدخل السنوي ب 650000 جنيه. بعد كده حساب الضريبه المستحقه، باخد ال 650000 جنيه واعملهم شرايح. طبعا اول شريحه ب 8000 جنيه ودي معفاه، ثاني شريحه ب 22000 جنيه ودي بضربها في 10% ب 2200، تالت شريحة ب 15000 جنيه ب 15% ب 2250، تالت شريحة 155 رابع شريحة 155000 في 20% ب 31000 جنيه. لغاية هنا كده أنا وصلت ل 200000 جنيه. أي رقم فيما بعد طبعا بياخد الشريحة اللي عليها الدور اللي هي 22.5%، الرقم الباقي هيكون 450000 جنيه. لما أضربه في 22.5 هيدينا 101250. بما ان اسفه ايوه صح كده، بعد كده هحسب اجمالي الضريبه المستحقه على مجموع الشرايح بتاعتي، هيبقى اجمالي الضريبه المستحقه 136700. الضريبه عندي بتقع في الشريحه الخامسه، وبما انها تقع في الشريحه الخامسه لا يوجد لها اعفاء، اذا الضريبه المطلوب توريدها لمصلحه الضرائب ب 136000 جنيه و700، تمام. الرقم ده هركز عليه جدا عشان انا هخصم منه بعض المبالغ، هخصم منه المبالغ المسددة تحت الضريبة والضرائب العقارية الاصلية. ماشي، ايه هي المبالغ المسددة تحت الضريبة دي ب 12000 جنيه؟ ولو رجعنا للتمرين هنلاقيها جاية مباشرة على طول. تاني حاجة اسفة، اللي هي الضرائب العقارية الاصلية. بجيبها ازاي؟ اول حاجة انا بقسم الضرائب العقارية دي على جزئين. بجيب اول حاجه بعملها كده الف وباء، بجيب الضريبه المستحقه اللي هي طلعت ب 136700 واضربها في صافي ايراد الثروه العقاريه اللي هي ب 200000 جنيه. صافي ايراد الثروه العقاريه هو جايبها في اول التمرين ب 200000 جنيه، واضربها اقسمها على مجموع صافي الدخل اللي طلع عندي ب 650000 جنيه. يبقى اقول القانون تاني، الضرائب العقاريه الاصليه بجيبها ازاي؟ بجيب اول حاجه الضريبه المستحقه اللي هي 136000 و700 في 200000 جنيه صافي ايراد الثروه العقاريه على 650000 جنيه مجموع صافي الدخل، هيطلع 42062، والرقم ده هركز عليه عشان انا هقارنه مع حاجه تانية دلوقتي. بعد كده هقول ب ضريبه المباني المسدده كانت ب 35000 جنيه وخمسه رسوم، واحنا اتفقنا ان احنا نخصم الرسوم دي، يبقى انا كده معايا 30000 جنيه. اجمعها على ضريبه الاطيان ب 15000 جنيه جاي مباشره في التمرين، يبقى 30000 زائد 15 ب 45000 جنيه. يبقى انا عندي كده حاجتين هقارنهم ببعض، ال 42000 62 وال 45000 جنيه. ايه هو المبلغ الاقل فيهم؟ طبعا ال 42000 62. يبقى انا هجمع عندي ال 42000 62 على ال 12000 هيبقى 54000 62، اترحب من الضريبه المستحقه اللي هي 136700، اذا الضريبه الواجب سددها ب 82638. تمام، هناخد بعد كده حاجة بسيطة جدا، شكل الامتحان ممكن يكون ازاي والتمرين ممكن يكون جاي ازاي، ودي حاجة سهلة جدا وطبعا الدكتور لو جابها هيبقى بيخدمكم جدا. أولا هناخد بعض التمارين في ده أشكالها، بس هنركز على التمرين ده. فيما يلي صافي المبالغ الخاضعة للضريبة لدكتور محمد الهواري الذي يملك عدة مصادر للإيراد عن عام 2018-2019، صافي الإيراد من الأنشطة عنده أربع أنشطة، المرتبات وما في حكمها والتجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية على أساس حكمه. أولا كده أنا قبل ما أبدأ التمرين إن المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية على أساس حكمي لا يتم ترحيلهم ولا خصمهم، يعني هاخد الرقم زي ما هو وأكتبه في كلي. تمام، نبدأ عند عام 2018 الأول. في المرتبات وما في حكمها نروح للنموذج كانت ب 36000 جنيه وما بتتمش ترحيلها ولا خصمها، يعني احطها في كلي. طب هو جايب رقم واحد ورقم اتنين مجهولين، والمرتبات وما في حكمها
تمام. طب انا رقم واحد المفروض ان انا مش هحط فيها حاجة، يعني انا لو رحت عند الاختيارات رقم واحد، اسفة ده انا رحت التمرين تاني، رقم واحد عندي انا هلاقي نفسي اخترت لا شيء مما سبق، لان رقم واحد المرتبات وما في حكمها، ودي بيتم لا يتم ترحيلها ولا خصمها. رقم اتنين انا اخترتها ب 36000 جنيه، وده رقم جاي مباشر في عام 2018 قدام المرتبات. بعد كده النشاط التجاري والمهني ب 4000 جنيه هتتحط زي ما هي. رقم تلاتة النشاط المهني، ودي ال 48000 جنيه بالسالب، ودي تعتبر جاي مباشرة برضو، يعني انا لو جيت عند رقم تلاتة هلاقي ان هي محلولة ب 48000 جنيه بالسالب. نركز يا جماعة واحنا بننقل، مش معنى ان هو 48000 جنيه ممكن اخده من غير اقواس، من غير اقواس ده يعني معنى كده ان الرقم بالموجب يبقى غلط، لان ده خساره. بعد كده الثروه العقاريه على اساس حكمي كانت ب 48000 جنيه في النموذج لعام 2018، هروح رقم 4 مجهوله هلاقيها ب 48000 جنيه فعلا. تمام. بعد كده صافي الوعاء للضريبة عن عام 2018، أنا أقدر أحسبها كويس جدا. أولا أنا قلت إن النشاط التجاري والصناعي ب 40000، والنشاط المهني كان ب 48000 جنيه، معنى كده إن أنا حققت خسارة ب 8000 جنيه نشاط مهني. رقم 6 هيكون عندي 40000 مرتبات وثروة عقارية 60000. لو عايزين نكتب الأرقام بس ثواني كده، هنا كده الأرقام عندي، هنا يعتبر لا شيء، رقم اتنين اتفقنا ان هي تبقى 36000 جنيه، اسفة عايزة بس اغير اللون، ب 36000 جنيه. رقم تلاتة اللي هو النشاط المهني جاي فوق عندي في التمرين ب 48000 جنيه، يبقى هنا رقم تلاتة ب 48000 جنيه. رقم أربعة الثروة العقارية على أساس حكمي ب 48000 جنيه، معنى كده إن رقم خمسة اللي هو صافي الوعاء عن عام 2018، أسفة هنا عام 2000 النشاط المهني، أسفة يا جماعة أنا اتلخبطت فيها أهو، الناس بس تركز، إحنا هنعمل هنا قوسين لأن الرقم أصلا بالسالب 48000 جنيه بالسالب. يبقى هنا رقم خمسة عندي 40000 جنيه تجاري وصناعي و 48000 جنيه خسارة نشاط مهني، يبقى أنا هحقق عندي 8000 جنيه خسارة نشاط مهني، يبقى هنا 8000 جنيه خسارة مهني ترحل. رقم ستة عندي 36000 و 48 هتكون ب 84000 جنيه أرباح، يبقى هنا اكتب كده 84000 جنيه، اسفة ارباح. لو انا رحت الرقم خمسة هلاقي ان انا فعلا مختار 8000 جنيه خسارة نشاط مهني، ورقم ستة 84000 جنيه ارباح. بعد كده هروح، ما انساش طبعا المهني ده هترحل للسنة القادمة، هروح للمرتبات وما في حكمها لعام 2019 هلاقيها جاية مباشر ال 40000 جنيه، هم ال 40000 جنيه ما تمش ترحيلها ولا خصمها، يعني هوديها على طول على كله. بعد كده هروح للنشاط التجاري والصناعي ب 36000 جنيه بالخسارة، هكتبهم زي ما هم. النشاط المهني ب 24000 جنيه بالموجب، هكتبه ادي ال 24000 جنيه. رقم 8 الثروة العقارية على أساس حكمي، رقم 8 طبيعي لا شيء لأن هي ما بيتمش ترحيلها ولا خصمها، يعني أنا هوديها على كلي على طول مباشر، يبقى أنا هاجي كده هنا في كلي وأكتب 60000 جنيه بتاع الثروة العقارية. بعد كده الأول يا جماعة كده أنا في نقطة إحنا وقعنا فيها، أنا عند النشاط المهني دي فيها غلطة كبيرة، انا حسبتها على طول عشان نركز وارجع لها مره تانية. اولا النشاط المهني كانت ب 24000 جنيه، بس انا قبل ما احسبها ارجع الاقي هنا عندي كده في خساره نشاط مهني، يعني اطرح من ال 24000 جنيه دي ال 8 هيبقى عندي هنا 16000 جنيه. ثواني كده، رقم 7 هتلاقيها ب 16000 جنيه، يبقى أنا كده ما نسيتش النشاط المهني اللي أنا حققته في 2018، أنا سبتها عشان خاطر ننتبه إن أنا عديناها وما رجعنلهاش تاني. هاجي هنا عند النشاط صافي الوعاء الضريبي 2019،
عندي 36,000 خسارة نشاط تجاري وصناعي و16,000 نشاط مهني، إذا عندي 20,000 جنيه خسارة نشاط تجاري ترحل للسنة التالية. طب رقم 10 هيبقى عندي هنا 100,000 جنيه أرباح. لو رحنا الرقم 10 هلاقيها أرباح. طب رقم 8 لو ركزنا عليها كده اللي هي الثروة العقارية على أساس حكمي، هلاقي الاختيار لا شيء مما سبق أو شرطة، لأن هي تعتبر مش مهمة. أنا عايزة حاجة كمان، هو ده شكل التمارين وبتختلفش كتير وتبقى بسيطة، فنركز بس يا جماعة ونشوف احنا بنحل ازاي ونركز في كل نقطة. ده التمرين اللي موجود في الكتاب وبيكون شكله كده: اجمالي الضريبة المستحقة، نسبة الخصم الضريبي، ده طبعا بجيبها على الشريحة اللي انا وقعت فيها. الضريبة المستحقة بجيبها اللي هي مطلوب توريدها لمصلحة الضرائب. بجيبها ازاي؟ بجيب اجمالي الضريبة اللي انا حسبتها واطرحها من المبلغ اللي انا خصمته اللي هو الاعفاء الشريحة اللي انا وقعت فيها، واجيب الضريبة المستحقة اللي انا عملتها للضريبة. الضريبة العقارية الأصلية دي أنا بجيبها إزاي؟ اتفقنا إن أنا بجيب الضريبة المستحقة وأضربها في صافي إيراد الثروة العقارية على مجموع صافي الدخل. ضريبة المباني المسددة باخد ضريبة المباني وأطرحها من الرسوم اللي أنا دفعتها. ضريبة الأطيان دي بتيجي مباشرة طبعا في التمرين. بعد كده الضريبة الواجب سدادها بشوف الرقم الأقل من الضرايب العقارية الأصلية وضريبة المباني، إيه الرقم الأقل اللي فيهم وبختاره وأجمعه على المبلغ المسدد وأطرحهم من الضريبة المستحقة، يبقى دي الضريبة الواجب سدادها. وده هو نفس التمرين اللي في الكتاب بالأرقام بالظبط. يبقى أنا كده خلصت الثروة، أسف، الضريبة الموحدة وكل الأنشطة بتاعتها، وعرفت إزاي هتكون جاية في الامتحان. أي سؤال حابين تسألوه ممكن تسألوا الدكتور على جروب الدفعة أو توجهوا السؤال ليا وأنا هرد عليكم. شكرا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، ودي آخر محاضرة كان الدكتور شرحها في المدرج، والسكشن بتاعها كانت لغى عشان خاطر الأمطار. ايه هي الثروة العقارية او مصادر الثروة العقارية؟ ايه مصادر الثروة العقارية؟ عندي يا اما ايرادات اراضي زراعية او الضريبة على ايرادات العقارات المبنية، سواء الأراضي الزراعية دي كانت محاصيل تقليدية أو محاصيل بستانية. إيه هي المحاصيل التقليدية وإيه هي المحاصيل البستانية؟ المحاصيل التقليدية عندنا زي القمح، الشعير، الذرة، البرسيم، الكت، الحاجات المعروفة دي. أما المحاصيل البستانية بتتمثل عندنا في حدائق الفاكهة، نباتات طبية أو عطرية، الزينة، المشاتل. تمام. بعد كده نروح للضريبة على إيرادات العقارات المبنية، وطبعا دي معروفة على وحدات السكنية المفروشة. عندنا سؤال بيجي صح وغلط: الأصل في تحديد إيرادات الثروة العقارية هو تحديدها على أساس حكمي. يعني إيه أساس حكمي؟ أساس حكمي ده الأسلوب اللي أنا بستخدمه في حالة إمساك الممول، أسفة، في حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة. ده الأسلوب الحكمي وده الأسلوب الشائع في الثروة العقارية. طب وإيه هو الأسلوب الفعلي؟ عشان لو جالنا صح وغلط، الأسلوب الفعلي ده لما يكون الممول بيمسك دفاتر منتظمة زي المرتبات وما في حكمها والمهن وهكذا، بس احنا ما بنستخدموش. يبقى هنا لو جه السؤال صح وغلط، استمد النشاط الثروة العقارية أساس حكمي، فده السؤال صح. لو كان أساس فعلي فهو خطأ، لأن الأساس الحكمي هو في حالة إمساك الممول، عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة. تمام. احنا اتفقنا إن المحاصيل الزراعية بتنقسم على حاجتين: محاصيل تقليدية ومحاصيل بستانية. إيه هي المحاصيل التقليدية بقى؟ قلنا المحاصيل التقليدية زي الأراضي اللي احنا عارفينها: البرسيم والقطن والقمح والذرة وهكذا. تمام. القانون أو المشرع قال إن أنا بخصم من المحاصيل التقليدية نسبة من الإيراد بتاعتها، نسبة 30% مقابل جميع التكاليف المصرفة. ونركز في النسب دي جدا لأنها بتيجي صح وغلط. طب لو هو خصم من الإيراد بتاعي 30%، إذا الصافي بتاعي هيكون 70%. تمام. بعد كده أنا يا إما المحاصيل التقليدية دي أكون مأجراها، مستأجرة أو مملوكة ليا. تمام. في كلتا الحالتين عشان أحدد صافي الإيراد في طريقتين: أولا لو مستأجرة القانون بيع في المحاصيل التقليدية أيا كان عددها لو مستأجرة من الضريب. طب لو مملوكة، نركز في قانون المملوكة ونركز الدكتور إيه اللي هو عايزه، هل هو عايز صافي الإيراد ولا إجمالي الإيراد. تمام. أولا بحسب التمرين نقطة نقطة، باخد كده القانون جزء جزء. اولا عدد الافدنه ناقص المعفي. اولا انا في المحاصيل التقليديه المعفي بتاعها بصفر، يبقى عدد الافدنه على طول. في ضريبه الاطيان للفدان دي بتيجي في التمرين. سعر الضريبه للضريبه، اسف،
سعر الضريبة للثروة العقارية عبارة عن 14، أنا بضرب في مقلوب سعر الضريبة بـ 100 على 14، واتفقنا إن هو بيخصم من الإيراد 30%، إذن الصافي 70، في مقلوب نسبة الصافي يعني 100 على 70، في نسبة الصافي 70% في عدد المثل الواحد، كده القانون كامل بيقول ده صافي الإيراد. طب لو انا عايز اجمالي الايراد، هو القانون بس ما بضربش في نسبه الصافي في الاخر، انا بضرب في نسبه الصافي عشان اجيب الصافي بالايراد بتاعي. طب لو الدكتور قال انا عايز اجمالي الايراد، تمام قوي، بجيب وباخد عدد الاذنه في ضريبه الاطيان للفدان في مقلوب سعر الضريبه 100 على 14 في مقلوب نسبه الصافي 100 على 70. ناخد بعض النقط عليها. قال يمتلك المستشار أحمد 40 فدان بمحافظة الدقهلية تزرع زراعات تقليدية، وقد بلغت ضريبة الأطيان الزراعية المربوطة على الفدان 30. أولا هو بيمتلك، ثانيا محاصيل تقليدية، وبعد كده الضريبة ب 30. أنا عايز صافي الإيراد، صافي الإيراد بقول إن عدد الأفدان ناقص المعفي، اتفقنا إن المعفي في المحاصيل التقليدية بصفر، يبقى 40 فدان ناقص صفر يبقى كده 40، في ضريبة الأطيان جاية مباشرة في التمرين في 30، في مقلوب سعر الضريبة 100 على 14، نركز بين مقلوب سعر الضريبة ومقلوب نسبة الصافي. تمام، مقلوب نسبة الصافي في 100 على 70، بما إنه عايز صافي الإيراد فأنا هضرب في الآخر في 70%، هتطلع 8571. تمام، بعد كده رقم 2 قال يمتلك دكتور محمد الهواري 40 فدان ويستأجر 20 فدان أخرى، عنده 40 مملوكين و20 تانيين مستأجرهم. نركز في الكلام، لو قال بيمتلك 40 ومنهم 20 ولا يملك 40 وبيستأجر 20 تانيين؟ هو هنا قال ان هو بيمتلك 40 وبيستأجر 20 تانيين بيكون بزراعتهم محاصيل تقليدية. قبل ما اكمل، اي عدد افدنة مستأجرة في المحاصيل التقليدية معفى من الضريبة ايا كان عددها. بعد كده بلغت ضريبة الاطيان الزراعية المربوطة على الفدان الواحد 56، بما انها محاصيل تقليدية انا هتفق كده ان المحاصيل التقليدية نسبة الصافي بتاعها 70%. يبقى انا اروح للقانون، اولا ايراد الاراضي المملوكة، باخد عدد الافدنة اللي هي ب 40 فدان في ضريبة الأطيان 56 في مقلوب سعر الضريبة 100 على 14 في مقلوب نسبة الصافي 100 على 70 في 70% في واحد مثل ب 6000 جنيه. طب المستأجرة، اتفقنا من المستأجرة أيا كان عدد الأفدنة بتاعتها فهتكون بصفر، أسف، معفاة من الضريبة. بعد كده هنروح للمحاصيل البستانية. ايه هي المحاصيل البستانية؟ قلنا زي حدائق الفاكهة المنتجة، النباتات العطرية او الزهرية او نباتات الزينة، مشاتل وهكذا. تمام، احنا اتفقنا ان المحاصيل التقليدية بيخصم من الايراد 30% يبقى الصافي بتاعها 70. طب ايه الاختلاف هنا؟ المشرع قال لك انا بخصم من المحاصيل البستانية 20% بس مقابل جميع التكاليف والمصروفات، يبقى الصافي بتاعه 80%. نركز فيها برضو عشان بتيجي كتير نقط صح وغلط ومعظم الناس بتقع فيها. نسبة الصافي في المحاصيل البستانية 80، اذا انا بخصم من الايراد 20%. نسبة الصافي في المحاصيل التقليدية 70، اذا انا بخصم من الايراد 30%. تمام، مستأجرة او مملوكة ما بتختلفش كتير، الفرق في عدد المثل فقط. تمام، بالنسبة لو مستأجر أنا عايز أجيب صافي الإيراد، باخد عدد الأفدنة ناقص المساحة المعفاة، وهنقول إيه هي المساحة المعفاة دلوقتي لكل نوع من الأفدنة دي. بعد كده بضربها في ضريبة الأطيان، قلنا دي بتيجي مباشرة في التمرين، واتفقنا إن سعر الضريبة 14 يبقى 100 على مقلوب على سعر الضريبة مقلوب النسبة يبقى 100 على 14. في مقلوب نسبة الصافي اتفقنا إن نسبة الصافي 80 يبقى 100 على 80. في نسبة الصافي اللي هي 80% في واحد مثل ده لو مستأجرة. طب لو كانت الأراضي أو المحاصيل دي مملوكة، يعتبر هو القانون بس بتختلف في عدد المثل، بضرب في 2. نقول نفس القانون، عدد الأفدنة ناقص المساحة المعفاة، قلنا هنقول إيه هي المساحة المعفاة دلوقتي، في ضريبة الأطيان للفدان في مقلوب سعر الضريبة 100 على 14 في 100 على 80 في 80% في عدد المثل، ده صافي الإيراد. لو هو على نفس التمرين وقال أنا عايز إجمالي الإيراد ما بضربش في نسبة الصافي، نركز الدكتور إيه المطلوب اللي هو عايزه. نروح للإعفاءات اللي احنا قلنا عليها. اولا كده الإعفاءات اللي عندي، احنا قلنا المحاصيل البستانية عبارة عن حدائق فاكهة منتجة، نباتات طبية او زهرية، المشاتل، الاراضي الصحراوية. اولا حدائق الفاكهة المنتجة المشرع قال ان هو بيعفي 3 افدنة ايا كان عدد الافدنة، المهم ان هو ما يقلش عن 3، لان هو لو اقل من 3 او 3 بس يعتبر كده مش هياخد منه حاجة. يبقى هو هنا الحدائق الفاكهة المنتجة بيعفي 3 افدنة فقط.
نباتات طبية أو عطرية أو زينة أو زهرية بيعفي واحد فدان فقط أيا كان عددها. طب المشاتل، المشاتل ملهاش إعفاء تماما ما عدا الاستخدام الشخصي. يعني إيه؟ يعني هو مثلا لو بيمتلك 20 فدان مشاتل يبقى 20 ناقص 0. طب لو كان من ضمن العشرين ما فدان دول 5 لاستخدامه الشخصي يبقى 20 ناقص 5. بعد كده الأراضي الصحراوية معفية لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء الإنتاج. يعني وليكن مثلا أنا تاريخ بدء الإنتاج بتاعي في 1/1/2010، يبقى أنا قدامي 10 سنين عشان أبدأ أحاسبه على الضريبة، معفى للضريبة. يعني أحاسبه إمتى؟ أحاسبه 1/1/2021. تمام، 10 سنين معفاة لمدة من بدء الإنتاج. بعد كده هنروح لنقطة مهمة، لو كان في بتاع المحاصيل البستانية مالك ويستغل أو مالك ويؤجر أو يستأجر فقط. مالك ويستغل ده بضربها في 2 مثل، مالك ويؤجر في 1 مثل، يستأجر فقط في 1 مثل. تمام، بعد كده هنروح لنقطة مهمة وهي بيستغل المستشار المساحات التالية من الأراضي الزراعية في زراعة محاصيل بستانية. أولا هو عنده أكتر من نوع. المحاصيل البستانية هتفق قبل ما انزل كده في التمرين ان نسبة الصف بتاعها 80. تمام، يبقى أول حاجة كده في مساحة 15 فدان مملوكة بيزرعها فواكه مثمرة وتبلغ ضريبة الأطيان 42. لو جينا نركز هنلاقينا أنا معلمة على بعض النقط المهمة في التمرين. أولا دي محاصيل بستانية نسبة الصف 80، مملوكة يبقى هضرب في 2 مثل، فواكه مثمرة يعني المساحة المعفاة 3 أفدنة، ضريبة الأطيان ودي أنا هستخدمها في التمرين. يبقى أنا أقول القانون إزاي؟ عدد الأفدنة ب15 ناقص المساحة المعفاة ب3 في ضريبة الأطيان ب42 في مقلوب سعر الضريبة ب100/14 دي ثابتة، في مقلوب نسبة الصف 100/80 في نسبة الصف ب80% في 2 مثل لأنها مملوكة، كده هتطلع ب7200. بعد كده رقم 2، مساحة 10 أفدنة مستأجرة يزرعها نباتات طبية وتبلغ ضريبة الأطيان 28. تمام، أولا أخد عدد الأفدنة اللي هم 10 أفدنة وأطرحها. قلنا النباتات الطبية بيعفي فدان واحد فقط يبقى ناقص 1 في ضريبة الأطيان ب28 في مقلوب سعر الضريبة 100/14 في مقلوب نسبة الصف 100/80 في 80%. وقف عند نقطتي وارجع تاني، هل هي مستأجرة أم مملوكة؟ هلاقيها مستأجرة يبقى هضرب في 1 يبقى هتساوي الإجمالي الصافي الإيراد عندي ب1800 جنيه. بعد كده بيقوم بزراعة مشاتل بستانية 15 فدان مملوكة ويقوم ببيع إنتاجها للغير وتبلغ ضريبة الأطيان 84. تمام، نركز هنا يا جماعة. أولا هو المشاتل البستانية معروف إن هي ملهاش إعفاء ما عدا الاستخدام الشخصي فقط. تمام، هو ما عندوش استخدام شخصي يبقى الإعفاء بتاعها المساحة المعفاة بصفر، مملوكة يعني هضرب في 2 مثل. تمام، أولا ودي محاصيل بستانية يعني نسبة الصافي 80%، هاخد عدد الأفدنة ناقص المعفي 15 فدان ناقص 0 في ضريبة الأطيان ب84 في 100/14 مقلوب سعر الضريبة في 100/80 مقلوب نسبة الصافي في 80% اللي هي نسبة الصافي في 2 مثل لأنه قال مملوكة يبقى ب18000 جنيه. تمام، بعد كده قال رقم 4، يقوم بزراعة مشاتل بستانية 20 فدان مملوكة ويقوم ببيعها للغير وتبلغ ضريبة الأطيان 84 وتبلغ المساحة المستخدمة للاستخدام الشخصي 5 أفدنة. أنا اتفقت معاكم إن المشاتل البستانية قال إن هو ملهاش إعفاء ما عدا أو استثناء اللي هو الاستخدام الشخصي، يعني هاخد عدد الأفدنة وأخصم منها الاستخدام الشخصي. عدد الأفدنة كان ب20 وهو واخد 5 لنفسه يبقى 20 ناقص 5 في ضريبة الأطيان في 84 في 100/14 مقلوب سعر الضريبة في 100/80 مقلوب نسبة الصافي في 80/100 اللي هي نسبة الصافي في 2 مثل لأنها كانت مملوكة هتبقى ب18000 جنيه. رقم 5، مساحة 5 أفدنة مملوكة له في أراضي صحراوية مستصلحة يزرعها فواكه وتبلغ قيمتها الإيجارية 10000 جنيه وتاريخ بدء الإنتاج في 1/1/2015. أولا الأراضي الصحراوية معفية لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء الإنتاج، هو ابتدى في الإنتاج في 1/1/2015، معنى كده إن 10 سنين هينتهم يعني هيتحاسب في أول 1/1/2026. يبقى هنا لا تخضع إرادتها للضريبة ولكنها تعتبر معفية. تمام، بعد كده هندخل في الضريبة على إيرادات العقارات المبنية.
النقطه دي بتيجي صح وغلط. القانون بيسمح بخصم 30% من القيمه المستعمله في الاغراض السكنيه، يبقى الصافي 70%، ودي عاده اللي بتيجي في التمارين. طب لو هو كان بيستعملها بياخد الاغراض دي غير سكنيه، يعني عنده عقارات مبنيه لكنه بيستخدمها في اغراض غير سكنيه تجاريه مثلا، ده القانون بيسمح له بخصم 32%، يبقى الصافي بتاعها 68. احنا هنركز على السكني في التمارين عندنا، بس لو جت نقطه صح وغلط نركز النسبه بتبقى كام من كل حاجه. السكني بخصم 30% والتجاري 32%. تمام. انا لو عندي عقار ملك او ايجار قديم، القانون ما بيختلفش كتير قوي عن المحاصيل التقليديه، تمام، لان نسبه الصافي بتبقى 70% برضه. بجيب اجمالي الايراد او صافي الايراد. هنجيب اجمالي الايراد الاول. اجمالي الايراد انا باخد عدد الشقق ناقص المعفي. المعفي شقه واحده بس لنفس الشخص، حتى لو كان الشخص ده مقسم العماره بتاعته نصها سكن قديم او ملك ونصها شقق جديده ومفروش، هو الشخص بيتعفي له شقه واحده بس، الا استثناء لو هو كان متجوز اكتر من واحده، لان هو القانون بيقول ان هو بيوفر له شقه لمسكنه. ما هو لو متجوز اتنين هيوفر له شقتين لان كل زوجه لها شقه، لو متجوز ثلاثه هيوفر له ثلاث شقق، لو متجوز اربعه هيوفر له اربع شقق. ودكتور محمد قال في المحاضره ان اللي بيتجوز مره ما بيكررهاش تاني، وانا متفقه معاه في الموضوع ده. تمام. طب لو هو عنده عماره ومسكن ابنه في شقه، لا القانون بيعفي له شقه هو اللي هو شخصه مسكنه، بنته انا ماليش دعوه، القانون بيقول لك لا انا بعفيك انت لمسكنك، لمسكن اختك لبنتك لوالدتك انا ماليش دعوه، انا بعفي لك انت لشخصك شقه واحده بس. تمام. يبقى عدد الشقق ناقص المعفي. في ضريبه المباني بتيجي مباشره في التأمين. سعر الضريبه عندنا على العقارات المبنيه 10%، مقلوب سعر الضريبه 100 على 10، نركز فيها وعاده بتيجي في التمرين. في نسبه الصافي اتفقنا ان هي 70، يبقى مقلوب نسبه الصافي 100 على 70. ده لو انا عايز اجيب اجمالي الايراد. طب لو انا عايز اجيب صافي الايراد، باخد اجمالي الايراد ده القانون اللي انا قلته واضربه في 70%، وكده التمرين بيبقى سهل جدا. تمام. قبل ما احل التمرين اللي هو صفحه 122، انا عايز اروح لنقطه ثانيه اللي هي ايجار جديد او شقق مفروشه، عشان التمرين ده شامل الاثنين. ايجار جديد او شقق مفروشه، القانون او المشرع بيقول ان هو بيخصم 50% مقابل التكاليف والمصروفات. تمام. باخد عدد الشقق ناقص المعفي في 50% اللي هي نسبه الصافي في الايجار الشهري في عدد الشهور. تمام. التطبيق صفحه 122 قال يمتلك دكتور السيد جاد التمرين في الكتاب طبعا، وده الحل بتاعه. يمتلك الدكتور السيد جاد احد الممولين عمارتين من 10 طوابق، عنده عمارتين كل عماره من 10 طوابق، يؤجرهما كما يلي: النوع الاول عماره يؤجرها حاليا منذ عام 1990 ايجار قديم، وتبلغ ضريبه المباني الاصليه عليها 80 جنيه مصري، وسعر الضريبه 10%. اولا هو عندنا حاسبها النوع الاول، اول حاجه جاب الاجمالي وبعد كده جاب الصافي. تمام. الاجمالي جابه ازاي؟ قال ان هو عنده 10 شقق والقانون بيعفله شقه واحده بس لمسكنه، يبقى 10 ناقص 1. في ضريبه المباني ب 80 جنيه، في مقلوب سعر الضريبه ب 100 على 10، في مقلوب نسبه الصافي 100 على 70. ده اجمالي الضريبه. طب لو انا عايز اجيب صافي الضريبه بنفس الكلام بالظبط واضربه في 70%، يعني باخد اجمالي الضريبه واضربه في 70%. تمام. النوع الثاني قال ان هو عنده عماره ثانيه بيؤجرها حاليا منذ عام 2010 طبقا لاحكام القانون المدني بمبلغ 1000 جنيه شهريا. تمام. يبقى هنا عدد الشقق ناقص المعفي، واولا قلنا ان هو قدام عقار جديد او ايجار جديد، فهو بيخصم له 50% من المصروفات والتكاليف بتاعته، يعني الصافي 50%. عدد الشقق ناقص المعفي 10 ناقص 0. طب ايه ده؟ احنا مش قلنا ان القانون بيقول ان هو بيعفي شقه واحده؟ ايوه يا فندم، هو بيعفي له شقه واحده، ما هو عفاها له مره، يا اما بيعفيها في الايجار القديم يا اما بيعفيها في الايجار الجديد، ايا كان المهم ان هو عفاها له شقه واحده لان هو العمارتين باسمه. تمام. يبقى النوع الثاني 10 عمارات ناقص صفر في 50% اللي هي نسبه الصافي في الايجار الشهري ب 1000 جنيه في 12 شهر، يبقى كده 60000 جنيه. تمام. هنروح بعد كده على تطبيق رقم 14 صفحه 123. ما بيختلفش كتير، بس في نقطه زياده بس. قال ان هو لو جايب صافي الايراد وقال لك احسب لي الضريبه، باخد صافي الايراد اللي عندي اللي هو جابه اللي انا بحله وبوصل له واضربه في 10%. تمام. نروح للتمرين صفحه 123 تطبيق 14. قال قام دكتور ماجد الخربطلي بتأجير عماره مكونه من 10 شقق مفروشه
داخل كردون مدينة المنصورة بإيجار شهري قدره 2000 جنيه. يبقى هنا كده شقة مفروشة، يبقى هو معناه إن هو نسبة الصرف بتاعته 50%، تمام، لمدة سنة خلال عام 2019. فإذا علمت من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة للسنة لربط الضريبة العقارية 70 جنيه مصري. تمام، أولا هو جاب هنا على طول حساب الضريبة، المطلوب تحديد صافي الإيراد والضريبة العقارية المستحقة. هنجيب الأول إيه هو صافي الإيراد وبعد كده حساب الضريبة. صافي الإيراد هو عنده عبارة من 10 شقق والقانون بيعفي له شقة واحدة، يبقى 10 ناقص 1 في نسبة الصافي ب 50%، في الإيجار الشهري ب 2000 جنيه في عدد الشهور ب 12 شهر. تمام، كده هنوصل ل 108,000. طب لو هو قال لك أنا عايز حساب الضريبة، سهلة جدا، باخد صافي الإيراد واضربه في 10%، يبقى كده حساب الضريبة. كده التمرين خلص. طيب لسه عندنا استثناء واحد، قال لو المشرع ده لو الممول ده تصرف أو باع في العقارات بتاعته، سواء كانت أراضي زراعية أو عقارات مبنية، باخد ثمن البيع واضربه في 2.5 باستثناء الميراث لا يخضع للضريبة. الميراث ما بيخضعش للضريبة ما عدا حاجة واحدة بس، لو هو عمل عليها تعديلات قبل ما يبيعها. يعني ايه؟ يعني هو مثلا ورث بيت وباعه كما هو كما الحال عليه، خلاص هو ما بيخضعش للضريبه. طب لو هو قبل ما يبيعه عمل عليه تعديلات وتشطيبات وتظبيطات عليه عشان يعلي من سعره، بالتالي لا، انا باخد ثمن البيع واضربه 2.5% لان هو غير من هيئتها. تمام، هناخد تمرين صفحه 125 تطبيق 16. التطبيق بيقول: قام الأستاذ علاء عبد العزيز الهواري أحد الممولين بالتصرف في العقارات المبنية والأراضي التي يمتلكها داخل وخارج كردون مدينة ديكرنس على النحو التالي: رقم واحد، باع أحد العقارات المبنية التي يمتلكها خارج كردون المدينة وذلك بمبلغ 4 مليون جنيه، يبقى الضريبة عندي باخد ال 4 مليون جنيه في 2.5%. تاني واحدة، باع بعض الأراضي الزراعية المستغلة التي يمتلكها داخل كردون المدينة بمبلغ 3 مليون جنيه، هاخد ال 3 مليون جنيه وأضربها في 2.5%. تالت واحدة، باع أحد العقارات داخل كردون المدينة التي قالت إليه من مورثه عند الميراث بمبلغ 2 مليون جنيه. تمام، هو باعها زي ما هي ما عملش عليها تعديلات، إذن لا يخضع للضريبة ما عدا الميراث لا يخضع للضريبة. إمتى بيخضع الميراث للضريبة؟ لو عمل عليها تعديلات أو تظبيطات عشان خاطر يعلي من سعرها. تمام، بعد كده نروح لشكل الأسئلة دي لو جات في الامتحان، وبتكون سهلة جدا ومفيش فيها أي مشكلة. هناخد بعض النقط. عندنا قال: يمتلك دكتور محمد الهواري 20 فدان بمحافظة الدقهلية تزرع زراعات تقليدية، وقد بلغت ضريبة الأطيان المربوطة على الفدان 84. أولا المحاصيل تقليدية، يعني نسبة الصافي بتاعها 70 مملوكة. تمام، يبقى هنا 20 فدان في 84 ضريبة الفدان في مقلوب سعر الضريبة 100 على 14 في سعر نسبة الصافي 70% في مقلوب نسبة الصافي 100 على 70، هتطلع ب 12,000 جنيه. ده هو عايز صافي الإيراد. تمام، هناخد بعدها مثلا نركز عند النقطة رقم 6. قال: بيقوم بزراعتها بزراعة مشاتل محاصيل بستانية 30 فدان مملوك، ويقوم بباع إنتاجها للغير، وتبلغ ضريبة الأطيان عن الفدان 84، والمساحة المستخدمة للاستخدام الشخصي 5. احنا قلنا إن المحاصيل المشاتل لا يوجد لها إعفاء مع استثناء الاستخدام الشخصي، بناخد ال 30 فدان أطرحهم من 5 أبدنة للاستخدام الشخصي وأضربها في 84 ضريبة الأطيان وأضربها في 100 على 14 مقلوب سعر الضريبة ونسبة الصافي 80% في مقلوب نسبة الصافي 100 على 80 في 2 مثل، لأنها مملوكة. تمام، رقم 7، يمتلك محمد الهواري عقار يتكون من 5 طوابق بكل طابق شقتين، عنده 5 ادوار وكل طابق بشقتين يعني 10 شقق، ويسكن هو واسرته في شقه منها وتقيم ابنته المتزوجه في شقه اخرى بدون ايجار، وبلغت ضريبه المباني على العقار 960 جنيه بسعر 10% سنويا. تمام، اخد عدد الشقق اللي هم 10 واطرح شقه واحده بس، ماليش دعوه باللي بنته قاعده فيها، القانون بيعفي له شقه واحده بس لمسكنه، يبقى 10 شقق ناقص 1 في 100 على 10 في ضريبة العقار المباني على العقار 960 في 100 على 70 في 70%. تمام، ده ال 86,400. ماشي، هناخد بعض النقط الصح وغلط. قال عندنا في جميع الأحوال بيخضع ثمن البيع عندنا للمحاصيل التقليدية العادية والمحاصيل البستانية للضريبة العقارية.
طبعا الاجابه هنا خطا. ليه؟ لان انا ده لان تم البيع من غير ما ادخل عليها اي حاجه. طب لو انا تم البيع وعملت تهيئه وتعبئه، طبعا ده يعتبر ضريبه نشاط تجاري وصناعي، يبقى هنا الاجابه خطا. تمام، انا حاطه هنا باء معناها ان هي الاجابه خطا. تمام، بعد كده قال اخضع المشرع مشاهد المحاصيل البستانيه بعد اعفاء فدان واحد. لا طبعا، المشاهد المحاصيل البستانيه ملهاش اعفاء الا الاستخدام الشخصي فقط. رقم 3 هنا قال لا فرق بين ما يمتلك 5 افدنه كان مزروعه للنباتات الطبيه والعطريه ومن يستاجرها لزراعه نباتات طبيه وعطريه. لا طبعا في فرق، لو هو مملوك انا بضربها في 2 مثل، لو هي مستاجره هضربها في 1 مثل. تمام، معظم الارقام دي كانت جايه في امتحانات قبل كده او موجوده في الكتاب عندنا. يسمح القانون بخصم ما سدده الممول من الضريبه العقاريه الاصليه مهما كانت قيمتها وذلك من الضريبه المستحقه من هذا العام. صح. تمام، بعد كده اوجب القانون التزام على كل من يمتلك عقارات مبنيه او اكثر او اراضي زراعيه يزيد مجموع صافي ايراداته حاليا عن حد الاعفاء. صح. اخرج المشرع من خضوع للضريبه العقاريه بعد التصرفات المحدده في القانون. صح برضه. تسري الضريبه العقاريه على العقارات المبنيه والاراضي الفضاء المستغله في جميع انحاء البلاد بدون التفرقه بين ما اذا كانت موجوده في قرى او مدن بسعر ضريبي موحد 10%، وده برضه صح. بكده نكون خلصنا الضريبه على الثروه العقاريه.